الله الرحمن الرحيم. يا رب يا ساتر. هتكعبلني معلش معلش. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله. ادي تمام. بتعمل ايه يا صاحبي؟ كان نفسي من زمان احضن واحدة خواجاية. اهو انتوا كده زي القرع تحبوا تمدوا لبره، ده وقته، احنا جايين نسرق يا غبي. تعال تعال نشوف اي حاجه مفيده نسرقها. يلا يلا روح اسرق. انت هتوقع. ماشي 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 خليك عارفها. ماشي تعال تلاقيني. ايه ده؟ ايه ايه؟ ما ناقصك؟ حد يخش على حد كده؟ ما انا مش غريب يا سيد، مش غريب. ما برضه يعني هكون بسرق حاجه كده ولا كده ما يصحش. ما انت اي حاجه بتقول لي عليها. كويس كويس انك جيت في وقتك. قول لي كده، ايه رايك؟ ايه رايك الفستان ده؟ اصلا انا عايز اجيب هديه لوزة. اش اش اش، هو حلو قوي، بس بصراحه انا ما اعرفش اقول لك رايي غير لما وزة تلبسه، ساعتها بقى اقول لك رايي بصراحه وبما يرضي الله. بس اوعى تجاملني. لا يا سيد عيب عليك، هو انا عمري ما قلت لك غير الصدق والصراحه. انا ما بجاملش. اه انت عايش في الحاجات دي عشان يعجبها. عشان يعجبها. قله الادب دي. يوزع بتاع وزع ده. بس خواجه زعلت مني بقى، قلت خلينا في البلد دي. خواجه اللي زعلت. انت جاي تضرب السياحه هنا؟ جاي تضرب السياحه واحنا بنسرع؟ الله ينتقم منكم، هتشلوني انتوا الاثنين. انا ما عملتش حاجه. هتجيبوا لي شنب رعاش. ما عملتش حاجه ما عملتش حاجه. تعالوا ورايا نخش نقلب جوه نشوف الشقه دي فيها ايه. شكلها عمرانه. انا خايف قوي. خايف من ايه؟ اه الشقه دي مليانه تماثيل، كاننا في بيت الرعب بالظبط. انت هتقلقني ليه بقى؟ مش عارف. انا مش عايز قلق، انا جايب ولاد اختي معايا موديهم الحضانه ولا داخلين نسرح؟ ما تلموا نفسيكوا شويه. خلاص انا مش خايف. امسك نفسك ياض انت بابا. حاضر. تعال ورايا. وراك اهو وراك. وراك وراك. هتكعبلوني هتكعبلوني. هتموتوني. يا رب يا ساتر. مشوش على الحاجة. امسك امسك. مشوش على الحاجة لا تتكسر. تقلقش ما تقلقش. على مهلك. امسك يا مل. استلم يا. عارف لو شربت ازاز الشامبو تاني انت حر. استلم امسك. استلم. واحدة واحدة. واحدة واحدة. يلا. سكتك من هنا يا ريس. سكة ايه؟ انا سيد يا فطوط، الله يخرب بيت ام دي سجارة. ما تصحى فطوط. لا مؤاخذة هرب، لا مؤاخذة. أنا جات لي فكرة جهنمية. إيه رأيك نسرق العربية دي؟ العربية دي مسروقة، وإحنا سرقنا من الراجل اللي سارقها. دي تهرت سرقة، نسرق إيه تاني؟ الله يخرب بيت أم دي سجارة. هي السجارة دي شكلها مرحلة شويتين. طب اركب، اركب يا أخويا بدل ما نترحل كلنا، اركب. يلا يلا. وأنت خلي بالك من حاجة. يلا. على فين ان شاء الله؟ يا اخي تنير، ما يخرب بيت ام دي سجاره، هتودونا في داهيه. دي سرقه مقلبه باسم الله. ايه ده؟ ايه المزق ده؟ معرفش ايه ده؟ الفلوس دي انا سارقها ناشفه. يا ترى مين اللي بلها؟ يا معفن، سارق لي ازازتين شامبو ب 10 جنيه وحاططهم لي وسط الفلوس لغايه ما غرقتهم يا هبل. معلش يا وزه معلش. احنا ممكن ننشر الفلوس دي وننشفها وتبقى مية مية زي الفل. ومين يعني اللي قالك ان حد هيرضى ياخد فلوس مبلولة؟ هو في احسن من غسيل الاموال يا وز؟ ان شاء الله هتتصرف، بس انت قدمي المشيئة. مشيئة تاخدكم انتوا الجوز. وانت يا هطل فين البضاعة اللي انت قلبتها؟ ما هو ماسكها في ايده اهو يا وز. يعني ايه؟ يعني ايه؟ هو ما سرقش غير التمثال ده. فيها وز الواد صغير ومحروم. والنبي يا حبيبتي كلي بقى، ما توجعيش قلب اكتر من كده، انت هفتانه. كلي بقى. يا غبي يا غبي، ما ينفعش تاكلها. ليه يا فطوطه؟ عشان لسه متغديه من شويه. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. اشق هدومي اشق هدومي، يعني تعبي كله راح على فشوش؟ واحد اهطل حاطط لي الشامبو مع الفلوس، والتاني سارق لي المانيكان وعمال ياكل فيه. اخص عليكم اخص، عرتوني كده كده تعصبوا الوز. معلش يا وز معلش، خلينا بس نركز في المهم. عايزك بس تخش تقيسي ده علشان نظبط المقاسات. عايز
ايه يا نايم؟ القميص عشان نظبط المقاسات. انا يا سيد وزه تلبس هدوم مسروقه؟ لا يا عليا، انا البس هدومي من فلوسي وبعرق جبيني. اغز الشيطان يا وزه واسمع كلام جوزك. قوم انت وهو اطلع بره. يلا قوم يلا عشان اقسم الخميره وكل واحد ياخد نصيبه. يلا عشان نلحق الميعاد بتاعنا. يلا شكور. يلا نخرج نتهوى. يلا ما تنسيش تعملي حساب رحله جمصه. ها ان شاء الله يا اخويا، ان شاء الله على جمصه ان شاء الله. ايوه كده، هو ده بقى الكلام. حلوين دول. انت يالا هنا بتعمل ايه؟ ها؟ انت بتعمل ايه؟ انا باكل الابله جعانه من الصبح وما كلتش. اه يا حرام. لا فعلا مسكينه شكلها يا اخويا هفتان وتعبان اوي. لا انا بعناية دور هقوم واعمل لها اكله ترم عظمها. الله يكرمك واجيب لها هدمه يا اخويا تستر. الله يسترك. عناية بالدنيا هتؤمر. بس ليك الساعه تطلب مني يا اخويا طلب. انت عارف امشي نجرب. يلا امشي. قلبي اكل التمثال. ايه والنبي اعمل ايه في الناس المجانين اللي انا عايشه معاهم دول؟ ناس مهبوشه صحيح. اخد القبله، اخد القبله والسندوتشات والمصحف. نصيبك الفرده التانيه يا عبيط. وهبة ومجنون ومنكوش. بص يا خوخه يا حبيبتي، الدنيا دي ما ينفعش يعيش فيها غير القوي، والقوه دي السلاح الوحيد ليها الفلوس. ويعني الجاه مش قوة؟ لا مش قوة، لأن الفلوس هي اللي بتشتري الجاه. فهميني. مش فاهم. انت عارفة ببقى عايزة افهم كلامك كله بس ما بفهموش. انت حبيبتي سيبيني نفسك بس وانا هفهمك كل حاجة. يعني هقولك على حاجة، انك انت لما تدخلي على حد لازم يكون لك طلة كده، يبقى لك هلة على اللي قدامك. وأول درس لازم تتعلميه إنك تبتسمي. الابتسامة كده تدخلي قلوب الناس. عشان كده عايزاكي تفردي وشك وتدخل عند الراجل اللي احنا رايحين له ده وشك كده بيضحك. ماشي هبتسم. أيوه ابتسمي يا أختي قوي أهو. أيوه النبي تبسم. عارفة الراجل اللي احنا رايحين له ده راجل كبير قوي، كبير غويط ملوش آخر، وعايزين نخرج من عنده وهو راضي عننا. عايزين نرجع من المشوار ده مجبورين الخاطر. انت بتعرفي الكبارات دول منين كلهم؟ لحياتي تعرفي الناس دي كلها ايه؟ يا لهوي رجاله رجاله رجاله. وايه اخبار الشغل يا تقى؟